Alien Encounters هو مشروع أنا عادة بشتغل بمشاريع طويلة الأمد، بتكون أمبريلاز يعني مظلات لأعمال تحتها، إن كانت performances إن كانت نصوص ونصوص نظرية أو نصوص مثل scripts يعني للperformances اللي عم بعملهم، conversations، الكارتوغرافيك projects اللي عم بشتغل عليهم، كلهم تحت هيدي المظلة يلي هلأ بال 2011 بلشتها يلي هي Alien Encounters. So Alien Encounters بدأ بفكرة كيف التفكير ومش بس التفكير بس كمان how to complicate و to problematize فكرة الالين. والالين يلي هو بالقانون مصطلح الين هو مصطلح قانوني بدل على الأشخاص يلي هن يعتبروا outcasts بالنسبة للقانون، بس كمان الالين مثل ما بنعرف هو هذا الشيء الأخضر يلي بمخيلتنا بالفضاء الخارجي. So بالنسبة لي اهتمامي بالقانون بشكل عام بفكرة القانون، شو هو القانون، هل ممكن يكون في subject برات القانون، هل ممكن انه نفكر برات السبجكت اساسا وبالتالي برات السبجكت وبرات القانون. بس هدول الاسئله كلهم بلشت مع او بلشت to be articulated، لانه هذه اسئله كانت دائما عندي بس الارتكيوليشن بلش مع بدايه الانتفاضات والثورات عنا. This performance actually the doctor wants to play the role of an actor. He likes to play roles and he perfects it. The disease seen in him is a theatrical operator. And he believes in his capacity to play the role of an actor. But who then will play the role of the doctor? The king. But the king cannot act. Then the general, but the general has no medical training. Then the riot police, but the riot police are just as diseased as the sick. Then border police, but the border quarantines are already full. Then the Pope, but we thought that this was a secular play. Then it should be the doctor himself. بالنسبة لي سوريا بالتحديد، طبعا كنت عم نشوف كل الانتفاضات الثانية بس سوريا بالتحديد، اولا لانه انا من لبنان، وثانيا سوريا موضوع سوريا بالنسبة لي كان مختلف جذريا عن الانتفاضات اللي صارت بالاماكن الثانية، اولا بالعنف الموجود بهذا المكان، مستوى العنف الموجود وطبيعة العنف الموجود والامتداد التاريخي لهذا العنف. أنا ولا مرة حكيت يعني مزبوط بمرق مرقة عن سوريا، بس دايما مثل ما شفتوا مبارح عملت ديتور ضخمة من خلال البحر، من خلال المهاجر غير الشرعي، من خلال المايننج، المناجم، التنجيم، المايننج يلي كمان بنفس الوقت عم نحكي نحن عن الصحراء، الصحراء الغربية كمان يلي مزروعة لاند ماينز، مزروعة ألغام. يعني بداية المشروع يلي عم بحكي فيها عن الالين واللي بيرجع راسي بيروح على سوريا، الالين مش بس كالمهاجر غير الشرعي بالقانون، وانما كمان الالين بالنسبه للدوله. انا مواطن او مواطنه بس كمان مش مواطن او مواطنه بنفس الوقت، وبالتالي ما بدي ترجم الين غريب ولا مغرب، بس بنقول انه هلا رح نستعمل هذا التعبير. انا غريبه عن مؤسسات الدولة بشكل وعن لغة الدولة، بس بنفس الوقت كان سؤالي انه
لما كنت عم بسأل إنه ليش هالناس عم تنزل تتظاهر، هل in order to claim sovereignty from the state or to literalize their own alienness، لحتى يمشوا يكفوا ويزيدوا من هيدي الالينس تجاه الدولة. Can you imagine yourself falling? Falling where? Just falling. You mean falling into the water? No, I just mean falling. Falling where? Just falling. Falling down? No, I mean just falling. Falling where? Just falling. Can you imagine yourself falling? Falling into the water? No, just falling. عندي هوس هلأ بفكرة الإكسودوس، بفكرة الرحيل، بفكرة صار في من كان في خبر من شي سنتين أو سنة ونص ما بعرف إمتى، عن مدينة بتونس من بعد ما سقط نظام صار في انتخابات على أساس، وصار في الماير تبع المدينة، والناس احتجاجاً قرروا يفلوا، إنه عملوا مارتش، عملوا مسيرة وقالوا فيها نحن فالين وتركين لك المدينة لإلك لحالك. وهيدي الجستشر هي جستشر ضخمة، يعني عويصة، هي جستشر إنه نحن مش رح نبقى ونقاوم، لا نحن عم نفل وخدها لإلك، خليها لإلك. وهون كل هول الخيوط بين الالين، بين فكرة المقاومة، مقاومة الظلم، وفكرة علاقة الجاستس كمان يلي مبارح كنت عم بحكي فيها، علاقة الجاستس بالمسرح يلي كمان رجعتني على البرفورمانس وعلى ليش أنا بعمل برفورمانس وليش عم صر إنه الشغل اللي عم بشتغله هو مش بس lecture performance، لا هيدا it is a play، هيدي مسرحية، وأنا عم بشتغل من منظور تاريخ المسرح مش من منظور بس ال contemporary performance. هو Alien Encounters مثل المسلسل المكسيكي، طويل وبطيء، وكل حلقة يعني هلأ منشوفهم عم بيحبوا بعض، بيضلهم عم بيحبوا بعض 10,000 حلقة لحد ما 10,001 رح يبلشوا يبوسوا بعض، وبعدين البوسة بتطول لتاني 10,000 حلقة. سو هيدا المشروع هو بهيدا البطء، كل يوم في تحول بالمشروع، لأنه يعني بالنسبة لي هو مش بس مشروع فني، هو مشروع فكري طويل، يعني هذا مشروعي بالحقيقة لحد هلأ، يعني لما أقول هيك بعد سنتين ثلاثة يمكن يتحول جذرياً لمطرح تاني. بس لهذا السبب، لأنه هو بطيء وبشكل عضوي عم يتحول، كل ما روح على مكان عم حاور ناس مختلفين، عم حاور ناس عندهم background مختلفة وعندهم علاقة مختلفة مع الـ elements اللي عم فرجيهم، ومع هيدا الأرشيف، لأنه عم جمع أرشيف ضخم يعني من الأشياء، يعني في أشياء من القرن 19، في objects، في meteorites. فكل مرة بكل يعني الديزاين يلي كان بلندن بالليسن، واللي بعدين حتى لما عدته بليون بيانيل كان كمان شوي مختلف، لأنه المشروع تطور، وبالنسبة لي ولا ممكن إنه يبقى دائما لا النص هو ذاته ولا العلاقات دائما نفس الشيء، ودائما النقاش مختلف والأودينس مختلف. وبأول مرة عملت هيدا، يعني عملت أول برزنتيشن كان بعده في 200 شخص مقتولين بسوريا، مبارح كانوا صاروا 200,000 شخص، ما فينا نحكي بنفس اللغة بهذا الوضع. Provincializing Europe, yeah, does not refer to Europe.
as a geographic entity. Rather, it refers to Europe as godly, an intellectual, as an intellectual project whose aim is to provincialize the discourses. The discourses that don't know which find their genealogy in. وانا دائما بشتغل ب يعني in a cartographic way. شغلي ولا مره كان ثيماتيك، يعني ما بكون قاعده عم بحكي انه هتا نحكي عن الهجره غير الشرعيه، ماش نقدر انه نعمل ثيماتيك ارت وركس، ماش في مجال، لانه نحن بقلب زمن كل الاشياء فراجمنتد، يعني كل الاشياء مقطعه. منشان هيك انا يعني السبب اني بشتغل مابينج وكارتوغرافيكلي هو لانه عم حط جزء من عمليه تفكيري قدامكم لحتى فوت بهيدي عمليه التفكير الفراجمنتد. Between one island of sovereignty and the other there's a sea that swallows lives every single day. From the compound and the boat we were in, there's some sort of mirror, some sort of doubling. Yet to reach from one island to the other, you have to crash through the materiality of the mirror.